الملثم ابو عبيده قالوا له راي مصر قريبه ليكم وما دارت لكم والو. سبحان الله. وراك يا مصر هم اليهود قلت لك جندي جندي قلت لك جندي حارس قلت لكم جندي بالكومبا نتاعو لابس السلاح السلاح نتاعو يدافع على مصر وما ادراك ما مصر. قلت له اليهود ما تحركتوش ساكنا ما تحركتوش ساكنا او مش غزه نحكي مش نحكي لك على فلسطين نحكي لك على جندي مصري 23 سنه شاب في مقتبل العمر وقف على الحدود يدافع على مصر مصر القران مصر الازهر مصر النيل مصر الرجوله مصر البطوله مصر العلم. وراكم أم قلت لكم جندي اليهود قلت لكم جندي ما درتوا والو هذا جندي تاعكم ما درتوا والو فماذا ننتظر منكم تنصروا غزه ما تقدروش تخافوا من اليهود. بعثنا عليكم رجالا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار جاسوا يعني راحوا جو فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا كان وعدين كان وعد بالفور هذا اللي وعدت به بريطانيا وعدت اليهود قالت لهم ساقيم لكم دوله في فلسطين وكان وعد الله وسيسقط وعد بالفور وسيتحقق وعد الله عز وجل. ربي يقول وعدا علينا انا كنا فاعلين هذا ربي اللي يقول واذا قال الله بطل كل قول وقائل وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هكذا قال الله عز وجل. أحبة رسول الله بعد 8 أشهر والله يزيد هذا أبو عبيدة وش قالوا له؟ قالوا مصر قريبة لكم قريبة لكم وما وصلتكمش هاي قريبة لكم. قال لهم شوف كيف كانت الإجابة قال لهم الجنة أقرب إلينا من مصر. الجنة الجنة قريبة علينا من مصر الجنة أنا في أي لحظة راني شهيد والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الشهيد اللون لون دم والريح ريح مسك شهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة إنه الشهيد وإحبة رسول الله الشهيد يشفع ب70 من أهله الشهيد يختاره الله ويصطفيه قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوا على رسول الله.